يبدو أننا استعدنا لاتصال مشاهدينا الكرام بالسيد حواس خليل لنتحدث عن آخر التصريحات التي صدرت عن فرنسا. سيد حواس، هل تسمعني بشكل جيد الآن؟ نعم، تفضل. السلام عليكم. سيد حواس، وزير الخارجية الفرنسي أشار إلى أن بعض معارضي الأسد تخلوا عن شروطهم المسبقة. من هم هؤلاء المعارضون؟ وهل يقصد شرط رحيل الأسد؟ في الحقيقة المعارضة السورية، وهي معروفة من يقوم من كان حاضرا في بداية الثورة السورية، سواء كان بجولات المفاوضات أو وجود تمثيلها لكافة المكونات وأطياف الشعب السوري. هذا الكلام في الحقيقة هو إساءة للمعارضة وليس دقيقا. أما هناك ما سمي أو بعض الدول سمتهم بمعارضة وجعلتهم يفاوضون سيد بشكل حواس، أو يعني بآخر. من يتكلم عن هذا الموضوع تحديدا هو وزير الخارجية الفرنسي. هذا وزير الموضوع الخارجية ليس الفرنسي، موضوع، وفرنسا هي يعني دولة من أهم داعمي المعارضة كما هو معروف، نعم فهل نعم يعقل أن وزير الموضوع، خارجية يخرج يعني يكذب؟ العفو، لم أقصد هذا، وإنما أقول في البداية لم يكن هؤلاء معارضون. ومنصة موسكو كما تعرفون التي يقودها السيد قدري جميل معروف موقفه منذ بداية الثورة السورية عن موضوع رحيل النظام، فهو ليس لديه مشكلة بوجود النظام بالمراحل الانتقالية ويصرح بهذا دائما. ولكن السؤال، هل يصح أو هل من المعقول أن يتم وصف قدري جميل بالمعارض أو بخلق أعطائه طابع المعارضة، أطراف نعم. المعارضة؟ طيب، هنا السؤال الذي يطرح نفسه. سيد حواس، كيف تنظرون إلى تطورات الموقف الفرنسي مؤخرا تجاه القضية السورية؟ في الحقيقة كان للائتلاف الوطني كما تعرفون ممثل في فرنسا، وأجرى العديد من اللقاءات بعد التصريح الرئيس الفرنسي، قبل تصريح الوزير الخارجية الفرنسي، بالتغير الطارئ التي والخطير برأينا بموقف الفرنسي في المراحل الأخيرة، وخاصة بعد استلام ماكرون الحكم في فرنسا. وكان الأجوبة التي قدمها الفرنسيين بصراحة بالنسبة لنا لم تكن مقنعة إلى ما النهاية. ولكن رؤيتنا أو تحليلنا السياسي لهذه الموضوع، فرنسا الآن تريد أن تبدأ أو تخرج بمبادرة، وحتى أن فرنسا يستطيع أن يمرر هذه المبادرة يجب عليها أن ترضي بشكل أو بآخر روسيا، التي كانت دائما تستخدم حق الفيتو ضد مبادراتها ورؤيتها للتسوية والحل السياسي في سوريا. وبقناعتنا وبرأينا فرنسا تنطلق من هذه المنطلق، ولكن هل المبادرات التي تكون بشكل أو بآخر بعيدا عن القرارات الدولية التي صدرت بخصوص الموضوع السوري، وتحديدا بيان جنيف واحد التي ينص بشكل واضح وصريح عدم أي وجود أي دور لرأس هذه النظام في سوريا المستقبل؟ هذا السؤال التي يجب أن يجيب عنه جميع المجتمع الدولي التي كانوا شركاء بهذا البيان وشركائهم بالقرارات الدولية. هذا هو رأينا باختصار، هم يريدون أن يتجاوزوا موضوع الفيتو الروسي. نعم سيد حواس، هناك يعني كما هو ملحوظ تغير في الموقف الفرنسي، وموقف الإدارة الأمريكية الجديدة أيضا ما زال يعني ليس بصالح الثورة بشكل كامل، هناك بعض التردد من قبل ترامب، ويبدو أن هناك تغيرات دولية تصب في صالح نظام الأسد. كيف سوف تتعاملون مع هذا الواقع الجديد؟ إضافة، كيف ترى أن هذا الموضوع سينعكس على مفاوضات جنيف القادمة؟ بكل تأكيد بالنسبة لموقف الأمريكي برأيي لا يوجد فيها التغيير الملحوظ كما هو في الموقف الفرنسي. الموقف الأمريكي كان واضحا يعني قبل استلام دونالد ترامب حتى الحكم،
وكان الأولوية بالنسبة له هو محاربة الإرهاب، ويجب أن ندرك تماما ونقولها دائما، الإرهاب منبع الأساسي للإرهاب هو هذا النظام، وبالتالي القضاء على الإرهاب هو قضاء على الأزرع التنفيذية للنظام الذي استخدمها لضرب الثورة السورية، وبالتالي هي تصفي مصلحة الثورة السورية بقناعتنا. أما بالنسبة للتحركات فهناك لقاءات دائمة، وهناك كما تعلمون ضمن الائتلاف الوطني المشروع الإصلاحي التي طرحه السيد رئيس الائتلاف في ما يخص بتمثيل وحدة المعارضة السورية ما بين المعارضة السياسية والمعارضة العسكرية، الفصائل العسكرية الموجودة في الداخل، وسيكون خلال القوة تكمن بوحدة هذه المعارضة، وخلال الأيام المقبلة القليلة سيكون هناك بشار بهذا الموضوع، وبالتالي هي القوة الحقيقية للثورة السورية كما انطلقت منها هي بإرادة الشعب السوري. نعم. وبعزيمة الشعب السوري. أشكرك كثيرا، كنت معنا عضو الهيئة الاستشارية للوفد المفاوض حواس خليل.